والآن مشاهدينا الكرام نفتح معكم نافذة اقتصادية في نشرتنا. هذه النافذة تصعدنا فيها الزميلة ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا ياسر، شكرا نهى، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال لأخبار الاقتصاد. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر. وقد أشار مدبولي إلى أن اللجنة تتابع الموقف التنفيذي لاستراتيجية تنمية السيارات والتي تم إطلاقها يونيو الماضي. وخلال الاجتماع الأول للجنة أكد مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بأن يتم إلى ملف تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى، وكذلك العمل على توطين هذه الصناعة. وقد أضاف مدبولي أنه انطلاقا من هذا التوجيه تمت صياغة الاستراتيجية والتي تضمنت حوافز محددة للتشجيع بشكل خاص تصنيع السيارات الكهربائية. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ضم التشكيل عددا من الخبراء في مجال صناعة السيارات. أكد وزير البترول طارق الملا أن ما حققته صناعة الغاز الطبيعي في مصر من نتائج أعمال متميزة خلال العام الماضي ووصولها لمعدلات غير مسبوقة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ مصر يمثل حافزا كبيرا لمواصلة بذل الجهود بهدف تعظيم موارد مصر وقدراتها من الغاز الطبيعي. جاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021-2022. وقد أشار الملا إلى الخطة الطموحة التي يستعد قطاع البترول لتنفيذها خلال العامين الماليين القادمين، والمتمثلة في تنفيذ برنامج حفر ل 31 بئرا استكشافيا للبحث عن الغاز الطبيعي. أكد وزير الزراعة السيد القصير أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة وضع رؤية استراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانيات مصر في هذا الشأن، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وكذلك فائض للتصدير، خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة في غليون والفيروز وقناة السويس. جاء ذلك خلال ترأس وزير الزراعة الاجتماع الأول لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. وقد أشار وزير الزراعة إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات صحيحة لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية حتى تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة مع حصر الأعداد الحقيقية للصيادين وكذلك آليات الرقابة في فترات وقف الصيد. نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بضغط المبيعات للمتعاملين الأجانب، بينما اتجهت التعاملات المصريين والعرب نحو الشراء. وقد خسر رأس المال السوقي 6 مليارات و100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 582.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند 9817 نقطة وأغلق عند 9702 نقطة منخفضا بنسبة 1.17%. كما انخفض أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 والذي فتح عند 2267 نقطة وأغلق عند 2241 نقطة لينخفض بنسبة 1.16%. التراجعات امتدت أيضا إلى مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي فتح عند 3206 نقطة وأغلق عند 3172 نقطة لينخفض بذلك بنسبة 1.7%.
نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و46 قرشا للشراء و19 جنيها و57 قرشا للبيع، اليورو 18 جنيها و63 قرشا للشراء و18 جنيها و74 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 20 جنيها و61 قرشا للشراء و21 جنيها و73 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و30 قرشا للشراء و5 جنيهات و33 قرشا للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 5 جنيهات و16 قرشا للشراء و5 جنيهات و20 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، سجلت أسعار الذهب مستوى منخفضا جديدا وهو الأدنى خلال 30 شهرا، حيث تقوضت جاذبية المعدن النفيس وسط ارتفاع الدولار وكذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ليسجل المعدن الأصفر 1626 دولارا و79 سنتا للأوقية. أما محليا، فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 960 جنيها، عيار 21123 جنيها، عيار 24 سجل 1284 جنيها، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8986 جنيها. نتحول إلى أسواق البترول العالمية، والتي ارتفعت أسعار النفط فيها لتراجع الإنتاج الأمريكي، وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9% ليسجل 87 دولارا و7 سنتات للبرميل. أيضا خام غرب تكساس الوسيط ارتفع بنسبة 1.2% ليسجل 79 دولارا و47 سنتا للبرميل. أما سعر المازوت فقد ارتفع بنسبة 2.21% ليسجل 3 دولارات و24 سنتا لللتر، وايضا تراجعت اسعار الغاز الطبيعي بنسبه 92% لتسجل 6 دولارات و59 سنتا لكل مليون وحده حراريه بريطانيه. دفعت الاسواق الماليه المتوتره الدولار الى اعلى مستوى له في عقدين، حيث أدت زيادة أسعار الفائدة حول العالم إلى تزايد المخاوف من الركود، بينما سجل الجنيه الاسترليني هبوطا أكبر بعد التحذيرات الأخيرة بشأن خطط خفض الضرائب البريطانية. وحقق الدولار مكاسب على نطاق واسع، فقد انخفض اليورو بنسبة 43% ليسجل 95 سنتا، كما هبط الاسترليني والذي يتعرض للكثير من الضغوط بنسبة 7% ليسجل دولار و7 سنتات، كما تراجع الدولار الاسترالي الحساس بشكل كبير لتقلبات معنويات المستثمرين، تراجع بنسبة 1%. نهاية أخبار الاقتصاد.